نروح لموضوع تاني. وزارة الصحة أعلنت إجراء الفحص السمعي ل 2,854,000 طفل، وده منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع وحديثي الولادة. حتى الآن خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث باسم وزارة الصحة. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ومشاهدي حضرتك الكرام. يا أهلا بيك. عايزين نعرف في البداية، مستهدف إجراء الكشف على كام طفل ضمن هذه المبادرة؟ لا، هو مش مستهدف إجراء الكشف على أطفال، وهذه المبادرة هي كمبادرة تشبه التطعيمات الإجبارية. بيتم عمل مسح سمعي لكل الأطفال الذين يتم ولادتهم، سواء كانوا من المصريين أو غير المصريين، فدي مبادرة مستمرة. الهدف منها هو الكشف المبكر عن أي احتمالات لضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة، زيها زي بقول لحضرتك كده التطعيمات اللي بيتلقاها الطفل عندما يولد. وبالتالي احنا اللي احنا بنعمله انه نتيجة لان الدراسات العلمية اثبتت ان الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر والعلاج المبكر للاطفال في حالات ضعف السمع قبل سن الخمس سنين بينتج عنه بنسبة تزيد عن 95% ان الطفل ده هيخش مدرسة عادية، هيكمل في مسار حياته الطبيعية. عظيم. وهيدخل الجامعة ويبقى عضو فاعل في المجتمع، لا يحتاج إلى أنه لا قدر الله يبقى إلى تعليم من نوع خاص أو إلى حياة من نوع خاص أو إلى وظيفة من نوع خاص، بل على العكس يبقى مشارك بكامل طاقته وبكامل فعاليته في المجتمع، سواء على المستوى التعليم أو على مستوى الوظيفة، إذا تم تشخيص الحالة واكتشافها وعلاجها قبل سن الخمس سنين. لهذا كانت مبادرة السيد رئيس الجمهورية في التشخيص والاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال حال ولادتهم من خلال 3500 وحدة صحية و30 مركز إحالة، اللي لحد دلوقتي قدرنا نعمل 2,8 مليون منذ انطلاق المبادرة. طيب دكتور، لو يعني طفل احتاج لإجراء جراحة أو زراعة قوقعة، بيكون التعامل معاه إزاي؟ هو في الاول احنا بنعمل الفحص ده على مرتين في الوحده. اول ما بعد الولاده على طول وهو رايح يطلع شهاده الميلاد بيتم اجراء الفحص السمعي مع التطعيم. والفحص ده يفضل لحد سن كام يا دكتور؟ يعني لازم يكون حديث الولاده ولا بيستمر بعد كده؟ لا، هو الفحص يقدر يتعمل في اي وقت، لكن انا بتكلم حضرتك زي ميعاد التطعيمات كده، التطعيم له مرحله معينه. إذا لا قدر الله في الفحص الأولي ما كانش ناجح، بنديله ميعاد تاني في نفس الوحدة يعمل الفحص الثاني. لو لا قدر الله ما كانش ناجح برضه، بيتم تحويله إلى المراكز التشخيص التخصصية زي المستشفيات الجامعية أو المستشفيات المتخصصة بوزارة الصحة، وعددهم 30 مستشفى. إذا ثبت إنه محتاج عملية زرع قوقعة، بيتم تحويله إلى أحد اللجان المتخصصة في التأمين الصحي، وبيتم إجراء التدخل الجراحي من خلال زرع القوقعة. طيب دكتور، هو الفحص بيبقى فحص واحد ولا في أكتر من فحص ومتابعة كمان لحالة الطفل؟ ما بقول لك، الأول فحص، إذا كان خلاص ناجح مفيش مشكلة، خلاص يبقى إحنا كده اطمئنين. إذا لا قدر الله كان في مشكلة، بيتم إعادته مرة ثانية خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع. إذا لا قدر الله في المرة الثانية برضه في مشكلة، بيتم تحويله إلى أحد مراكز التشخيص الأكثر تخصصاً في التشخيص. طيب دكتور حسام، ده مربوط بقاعدة بيانات للأطفال دي بيبقى ده مكتوب، ده بيبقى موجود على شهادة الميلاد. يعني ده بتخانة وسمها إضافتها على شهادة الميلاد. طيب دكتور، المبادرة دي موجودة للمصريين فقط؟ يعني فندم، هذه المبادرة تشمل كل الأطفال المولودين على الأراضي المصرية من المصريين والمقيمين. كل طفل بيتولد على أرض مصر بيتم إجراء الفحص السمعي له عند الولادة بمبادرة كريمة من السيد رئيس الجمهورية. عظيم. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. طيب زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا، الكشف على الأطفال لحد سن الخمس سنين، والدكتور حسام يمكن أشار نقطة مهمة جدا، أنه خلال الفترة دي نقدر نعالج الطفل بحيث أنه بعد كده هيعيش حياة عادية جدا، يقدر أنه هو يدخل مدرسة ما يحتاجش إلى
حد يكون ملازم او تعليم من نوع خاص يقدر يدخل الكليه عادي جدا، يقدر يشتغل ما يحتاجش وظيفه خاصه، مش هيلبس سماعه، مش هياثر على طريقه التواصل بينه وبين اقرانه او بينه وبين اهله او بينه وبين الناس كلها بشكل عام. فالموضوع مهم جدا، يا ريت الناس تبادر وتدخل في هذه المبادره وتكشف على اطفالها بمجرد ما تعرف ان هم موجودين في المحافظه اللي هم موجودين فيها. احنا بنتكلم حتى الان تم اجراء الفحص السمعي ل 2 مليون و 854 الف طفل، وده عدد كبير، وده زي ما قال الدكتور حسام كده هدير هيبقى زي التطعيمات، يعني هو موجود زيه زي التطعيمات بالظبط. ونأكد على مسألة أنه الناس تعملوا أول ما الأطفال يتولدوا مع التطعيم اللي بياخدوه داخل المستشفيات وكل المراكز الطبية، أنه هيكون التطعيم، هيكون الكشف عن ضعف السمع موجود مع نفس التطعيمات في نفس المواعيد يعني حديث الولادة، لأن طبعا كل ما بيتم اكتشافه مبكرا كل ما الموضوع بيكون أفضل. طيب.